حياكم الله. ضربت طائرة مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة حماس في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى لسقوط 6 أشخاص وإصابة 11 شخصا. هذا وأسفرت الضربة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية بإطلاق أكثر من صاروخ على مبنى من 3 طوابق، أسفرت عن اغتيال صالح العروري نائب رئيس حركة حماس واثنين من قادة كتائب القسام في الهجوم. أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينهم القيادي في حركة حماس صالح العروري. وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهة والحروب. كما أضاف ميقاتي أن الانفجار يمثل رداً واضحاً على المساعي التي يقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، مطالباً الدول المعنية بالضغط على إسرائيل لوقف استهدافها. كما حذر ميقاتي من لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى تصدير إخفاقاتها في غزة نحو بلاده لفرض وقائع واشتباك جديد. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية على عكس إسرائيل التي يبدو أنها لم تشبع بعد من القتل والتدمير حسب وصفه. إذن مشاهدينا، التطورات في لبنان، المسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية نتج عن هذا الهجوم اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العروري وآخرين. وتابعنا قبل قليل بيان نجيب ميقاتي في بعد هذا الهجوم ومحاولة إبعاد لبنان عن شبح الحرب والاشتباك مع إسرائيل والتطورات في غزة. هو حلقة الوصل بين حركة حماس وحزب الله العروري من المطلوبين على قائمة العقوبات الأمريكية وليس كأي مطلوب، حيث رصدت واشنطن 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. نتعرف مشاهدين على صالح العروري الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في بيروت من وصل.
متابعة التطورات تلتحق بنا من بيروت مراسلة الإخبارية مرسيل كرم. مرسيل، تابعنا البيان الذي أصدره نجيب ميقاتي، ولكن ما هو موقف بقية الساسة اللبنانيين بعد هذا الهجوم الإسرائيلي، وما هو مصير القرار 1701؟ نعم، بداية لا شك بأن يعني ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعبر عن لسان حال جميع اللبنانيين اليوم، أكانوا من الطبقة السياسية أم حتى من الشارع والشعب اللبناني. اليوم الكل يخشى أن يجر لبنان إلى حرب شاملة لا قدرة له على تحمل تبعاتها وتحمل ظروفها. الكل يعلم اليوم يعني إلى أي درك وصل فيه لبنان من انهيار على كل المستويات، ويعني أي انفجار أو أي توتر أمني كبير ستكون تداعياته كبيرة جدا على الساحة اللبنانية الداخلية. لذلك اليوم المناشدات تتوالى تباعا منذ يعني يوم قرر حزب الله أن ينخرط في هذه الحرب، إلى جانب أن يفتح جبهة الجنوب لمساندة حماس وغزة. منذ تلك اللحظة كانت بدأت الأصوات ترتفع لتقول لا للحرب للبنان، لبنان لا يريد الحرب لأن لا قدرة له كما ذكرت على تحمل تبعاتها. اليوم المشهد يعيد نفسه، بل هناك خشية أكبر من أن تؤدي هذه التطورات الأخيرة إلى يعني إلى إدخال لبنان في أتون حرب شاملة. هذا ما لا يريده أي لبناني، ولكن للأسف القرار لا يرتبط بالحكومة اللبنانية بل بشخص أمين عام حزب الله حسن نصر الله، الذي يطل غدا في إطلالة إعلامية عند الساعة 6 مساء، وسيحدد من خلال هذه الإطلالة ربما مسار ومصير الأيام القادمة في لبنان. لذلك يعني هي خشية كبيرة اليوم من توريط لبنان في حرب كبيرة، وننتظر الآتي ما ستحمل معه الأيام من تطورات، عسى أن يعني يكون لدى حزب الله الحكمة الكافية لعدم توريط لبنان في حرب كبيرة لا قدرة له على تحمل تبعاتها كما كنت ذكرت. وصفته إسرائيل بأنه الأول منذ العام 2006 الذي تشنه في داخل لبنان، لكن منذ بدء التصعيد في غزة وهناك قتلى من الجانبين، هناك اشتباكات مستمرة، وسقط يعني بعض أعضاء حزب الله وجنود لبنانيون، فما الفارق هذه المرة؟ ولم يدخل لبنان أصلا في هذه الحرب يعني. نعم، يعني هنا أود أن أعود وأتحدث عن، كنت سألتني في السؤال السابق عن مصير 1701، يعني هذا السؤال الثاني يجرني أيضا إلى الجواب الأول. اليوم 1701 على المحك بشكل كبير جدا، خصوصا أن كل العمليات السابقة التي كانت تجري على طرفي الحدود منذ يعني اندلاع الأحداث في غزة، كان يقول الطرفان طرفان النزاع أي حزب الله وإسرائيل أنهما يلتزمان بقواعد الاشتباك التي حددها القرار 1701، أي كل ردة فعل تقابلها تأتي مقابلة لفعل معين. لذلك كنا نرى بأن كل عمل من جانب إسرائيل يقابله عمل من جانب حزب الله والعكس بالعكس. هذا أيضا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. حزب الله نعى حتى الآن أكثر من 100 قتيل له في الجبهة الجنوبية، وقد توسعت الاشتباكات في الفترة الماضية منذ أسبوع وحتى اليوم لتبتعد يعني لتصبح أبعد عن 1701 إلى العمق الجنوب اللبناني. هذا ما كان بدأ يطرح أسئلة فعلية عن مصير 1701. في الواقع كانت هناك يعني اتصالات على أعلى المستويات، اتصالات خارجية دبلوماسية ودولية من أجل ضبط 1701 وإعادة هذا القرار إلى الحياة وإعادة النبض إلى هذا القرار، من خلال يعني مقترحات كانت تقول بأن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة ومنطقة الغجر، و في المقابل يسحب حزب الله كل وجوده العسكري شمال الليطاني كما يذكر القرار 1701. ولكن ما حصل اليوم من استهداف في عمق ضاحية بيروت الجنوبية قد يكون قلب الموازين بكاملها، ولم يعد القرار فقط يقتصر على 1701، بل الأمور كلها اليوم يعني ضبط الحرب بين حزب الله وإسرائيل بحاجة إلى بحث جديد وإلى ضابط إيقاع اليوم يلجم الجانبين ويمنع حصول أي تدهور لا أحد من الأطراف اللبنانية يريدها، ولا أحد يتمنى أن يتم جر لبنان إليها. شكرا جزيلا لك مرسيل كرم من بيروت مراسلة الإخبارية. وينضم إلينا الآن عبر خدمة سكايب رئيس منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشيري. دكتور أحمد، مرسيل كرم قالت قبل قليل بأنه الوضع محتاج إلى ضابط إيقاع يلجم الطرفين من الانزلاق إلى حرب أشمل وأكبر في المنطقة. هل تتوقع أن الولايات المتحدة هي من ستقوم بهذا الدور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك استاذ مفرح وفريق العمل والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. اعتقد انه الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ذلك، وان كان نتنياهو لم يعد ذلك المستمع جيدا لتوجهات الاداره الامريكيه، وهناك كان هناك اتصالات عديده من السيد بايدن بنتنياهو لم يعلن عن فحواها، وان كان المراقبون يؤكدون على انه الولايات المتحده الامريكيه بدات تضغط على نتنياهو لايقاف الحرب والعوده الى المسار التفاوضي. الحقيقه ربما انه اغتيال العاروري اليوم قد يسرع في هذه العمليه كانتصار يحفظ لنتنياهو ماء الوجه، وربما يذهب الى وقف للحرب. قد بدات تطلع هذا الامر، تحدث باسحاب 3 من الانويه الى داخل اسرائيل، وكذلك بدا نوع من اخلاء الشمال في قطاع غزه. هذا جانب. الجانب الاخر ربما، او المتشائم الجانب الاخر، يرى انه ربما تنزلق المنطقه الى ايضا حرب اخرى، لانه الحقيقه حزب الله الذي كان على موعد مع خطاب يوم غد ربما ايضا يغير من لهجته التصالحيه او التخادميه او التي كانت تحافظ على شيء من قواعد الاشتباك، الى نوع من التصعيد بالصواريخ الى العمق الاسرائيلي، وهذا سيجر اسرائيل الى استهداف لبنان، وهذه مشكله. كذلك ايران التي تراقب وتدير المشهد عن بعد، سواء كان في لبنان او كان في العراق او في اليمن، هي ايضا تريد ان تجير شيئا من هذه العمليات لصالحها، وانها قادره على ان تكون لاعبا في الشرق الاوسط بعد ان تضع الحرب اوزارها ويكون هناك نوع من التفاهمات. باختصار اعتقد انه الموضوع الان ربما يذهب الى مسار اخر يؤدي الى وقف القتال، او الى مسار تصعيدي اذا خرجت الامور عن السيطره. حديث ميقاتي ايضا وتقديم شكوى انه لبنان انتهكت سيادته بهذا العمل، هذا هو من المشاكل او هذه الاخطاء التي تجرها الكيانات ما دون الدوله على دولها، وهذا ما نشاهده كان سواء في لبنان او في اليمن او في العراق، ونحن نرى هذا الانتهاك، وكذلك في سوريا واقتحامات اسرائيل الى سوريا واغتيال رضا موسوي واليوم العاروري. اذا نحن امام المشهد يتكرر، ما حدث في العراق واقتلاء سليماني وكذلك في سوريا اول يوم ايضا يتكرر، وهذا طبعا ليس جديد على اسرائيل استاذ مفرح. فاستهداف القاده الذين يشكلون خطرا على اسرائيل معروف من ايام خليل الوزيري وكذلك الرنتيسي واحمد ياسين. اذا اسرائيل هي تواصل استهداف القادة الذين يشكلون طيب خطر. ما رأيك بأن إسرائيل لم تتبنى على المستوى العسكري هذا الهجوم؟ وأشار مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف صراحة، لم نعلن مسؤوليتنا، يقول عن هجوم بيروت، والهجوم أصلا لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله، المصادر الإعلامية فقط من إسرائيل ومن الولايات المتحدة هي من أشارت إلى أن إسرائيل هي المسؤولة. ألا تعتقد أن الطرفين بحاجة إلى النأي، أو محاولة تجنيب أو تجنب توسع نطاق هذه الأزمة، حتى حزب الله لا يرغب في ذلك؟ أحسنت. الحقيقة الاستهداف هو بتوقيع إسرائيلي واضح جدا، لأنه طائرة مسيرة استهدفت المبنى بصاروخين، أحدهما استهدف العروري في سيارته، والصاروخ الآخر استهدف الشقة التي كانت تعد مكتبا لهذا الأمر. عدم التبني الحقيقة هو يأتي في سياق الانتظار عما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يتقرر، لأنه إعلان إسرائيل استهدافها، وإن كان بدأ هناك نوع من الاحتفال داخل إسرائيل، لأنه هذا أول انتصار حقيقي من 7 أكتوبر. خلال هذه 110 أيام لم تحقق إسرائيل انتصارا من أهدافها الثلاثة التي كانت أعلنتها، وهي تدمير حماس وتدمير الأنفاق وتحرير الأسرى. ربما اليوم الذي يمكن أن يحتفل به القادة العسكريين في إسرائيل هو هذا الأمر، وبالتالي حتى لو لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها فالموضوع بتوقيع إسرائيلي. وإن كان هناك من يقول أنه ربما هناك خيانة داخل هذه الفصائل، تعلم أنه عملية التصفيات الداخلية وعملية تقديم باش الفداء لأهداف أخرى، هذا
من طبيعة مثل هذه الكيانات. هناك أيضا من يذهب إلى أن إيران ربما تكون هي من قدمته، هناك من يقول أنه أيضا بعض فصائل الحماس الأخرى، لأنه عملية خيانة داخلية، وهناك من يرى أنه ربما حزب الله قد قدم كبش فداء لأسباب استراتيجية. كل هذه الحقيقة هي روايات لا زالت إلى الآن لم طيب، تتضح بشكل مؤكد. لطالما قال وكرر حسن نصر الله بأنه سيرد على من يستهدف في لبنان ويقوم بعملية اغتيال سواء للبناني أو لفلسطيني على الأراضي اللبنانية، لكن أليس الوضع الآن مختلفا تماما عن 2006؟ يعني حتى وإن كان هناك انسحاب لجيرالد فورد من المتوسط، إلا أن هناك تقريبا 70,000 من القوات الأمريكية دخلت إلى المنطقة مع بداية هذا التصعيد، وربما تواجه لبنان ليس فقط إسرائيل بل الولايات المتحدة أيضا. الحقيقة الاستهداف هو يبعث برسائل، والرسالة الأولى لحزب الله بأنه الأمن الذي كان يدعيه هو هش جدا، لأنه حتى المربع الذي كانت تقع فيه هذه العمارة هو من المناطق المحمية أو المناطق التي ينظر إليها أنها منطقة حمراء. ولذلك رسالة لحزب الله أنه يمكن استهداف قادته بكل سهولة. الرسالة الثانية هي أيضا للدولة اللبنانية التي أيضا تأوي على أراضيها مثل هؤلاء القادة. تعلم أن هذا الشخص العاروري كان في تركيا وقد أخرجته تركيا من أراضيها. الرسالة الأخرى هي أيضا رسالة إلى بعض الدول الأخرى التي لا زالت تأوي قادة حماس أنه ربما ليسوا بعيدين عن هذا الاستهداف. الولايات المتحدة الأمريكية بسحبها بعض القطع البحرية في البحر الأبيض المتوسط، لا هذا لا يعني أن الخطر أو قد زال، وإنما هو يأتي في إطار تكتيك أمريكي في التموضع، في سواء كان في البحر الأبيض المتوسط أو في المحيط الهندي، أو أن تعود إلى قواعدها الولايات المتحدة الأمريكية. لا زال هناك أيضا قطع أمريكية أخرى في البحر المتوسط وأيضا في بحر العرب. أمريكا تأكدت الآن أنه ما كان يخشى منه في البداية وهو حرب شاملة في المنطقة لم يعد أيضا حاضرا، نعم، وأصبحت الأمور الآن لا تتعدى مثل هذه الرشقات ما بين هذه الكيانات وإسرائيل. يعني حتى لو نجحت المنطقة في تجنب توسع نطاق الأزمة وخروجها إلى لبنان، لكن إسرائيل تتوقع أن يستمر التصعيد في قطاع غزة حتى يعني نهاية العام 2024، هذا من جهة، وهي قالت صراحة بأنها بدأت العملية الثانية أو الفصل الثاني من عملياتها، العملية الجراحية الدقيقة لاستهداف قادة حماس، فبالتالي الاستهدافات المتكررة وطول أمد العملية هل يبعد المنطقة من شبح توسع نطاق إذا نجحت هذه المرة؟ الحقيقة أنه نتنياهو يعيش في ورطة حقيقية، فإطالة الحرب بالنسبة له لا تحقق انتصارات وإنما تحقق له أمان على الصعيد الشخصي، لأنه أمامه مقصلة القضاء والأمن والسجن، وبالتالي هو يستمر في هذه الحرب كنوع من انتظار مخرج من هنا أو هناك. بنك الأهداف الحقيقة الذي يسعى إليه لم يعد هناك أهداف حقيقية أو أهداف استراتيجية يمكن أن يعول عليها، وخصوصا مع ارتفاع فاتورة القتلى في المدنيين والضغط المجتمع الدولي وتغير أيضا المواقف الدولية الأوروبية الأمريكية. أيضا السيد بايدن تغيرت أيضا نظرته ولهجته، وكذلك الضغط منظمات الحقوقية الآن في شكوى قدمتها جنوب أفريقيا وقد قبلتها محكمة الجنايات الدولية، وأيضا إسرائيل بعثت بمندوب. كل هذه الحقيقة هي ضغوط على نتنياهو، تراجع بدون انتصار فسيجير أيضا لنصر لحماس، وأيضا سيكون أمامه الداخل الإسرائيلي. ربما هذا ما تحقق من استهداف اليوم قد يحفظ له شيئا من ماء الوجه ويذهب إلى التفاوض أو إلى هدنة طويلة يكون من ضمنها إخراج الأسرى لإرضاء الداخل الإسرائيلي. أعتقد أنه الأيام القليلة القادمة ستحدد المسار الذي سنشاهده مستقبلا. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشيري، رئيس منتدى الخبرة السعودية.